وانت ازيك بقى يا دندن؟ تمام. القهوة. تسلم ايديك يا ست نوجة. عايزة مني حاجة ياما بقى ولا انزل اشتري الخضار؟ خليكي حبة لما اقولك على حاجة تشتريها لي من السوق. لو هجيب حاجة من العطار مش هجيبها. يا اختي مش من العطار، اصبري شوية لما اخلص كلامي مع الراجل. طب انا بقى هستنى بره لغاية لما ضيوفك تتكل. ما تضايقيش نفسك يا ست مهلبية، بكرة تروق لوحدها وتعرف ان كل اللي بتعمله ده كان غلط. امتى بس يا دندن امتى؟ ده انا كل يوم والتاني اديها درس، ده صح وده غلط، وحيلها من هنا واجيبها من هنا وهي ولا سامعه، عامله ودن من طين ودن من عجين. ما قلتلك على الحل من زمان وانت اللي مش عايزه توافقي. حل ايه انت راجل؟ يعني اجوزها لك بالعافيه؟ لا لا لا، عافيه لا، ارفض. لا لا، بالمعروف طبعا. معروف ايه؟ اذا كانت هي اصلا مش موافقه على الجواز منك. ممكن بلعبه صغيره نخليها توافق وتبصم بالعشرة. لعبة ايه بقى ان شاء الله؟ نخليها في وضع ما تقدرش تقول فيه لا. اتجننت يا راجل انت ولا جرى لعقلك حاجة؟ لا انا ما اتجننتش ولا جرى لعقلي حاجة. المسألة وما فيها انك هتقولي لها ان انا ماسك عليك شوية ورق لمؤاخذة، والورق ده انا ساكت عليه مش راضي اقدمه للنيابة عشان لمؤاخذة يعني قصاد انك اتجوزها. ساعتها هتوافق غصب عنها والحديد اللي في مخها عيلين. وهو ده بقى اللي انت قدرت عليه؟ ما هو مفيش فكرة هتيجي أقوى من كده. وتفتكر إن الجوازة دي هتكون حلال يعني على سنة الله ورسوله؟ وإيه اللي مش هيخليها حلال؟ الله، مش المأذون هيكتب الكتاب والشهود هتشهد؟ اخص عليك راجل عديم الأصل مخك فاضي. لا لا لا، ده كلام مش ابن ناس خالص. بقى يا راجل عايزني اجوز بنتي الوحيده جوازه فطيس زي دي والمين ليك انت؟ الله 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 الله، وفي ايه انا اتعيب؟ اكتع ولا صايع؟ اسمع يا دندن، احنا حقيقي نعرف بعض وولاد كار واحد، لكن انا ما اعملش حاجه ابدا تغضب ربنا. الكلام اللي انت قلته لي ده يخوف، وعلشان كده انا مش هساير معاك بعد كده. طب والشغل؟ مش هنسير فيه هو كمان؟ هي قفلت عليا كله من مجاميعه. الشغل هيمشي بس لما عاوزك هطلبك، ودلوقتي اتفضل اشرب القهوه ومع الف سلامه. ماشي يا ست ملبيه، اشرب القهوه زي بنتك ما قالت المحروسه. ماشي ماشي يا ست ام نوجة. ايوه يا ام. انت رحت فين يا بنت؟ هروح فين يعني؟ هو احنا لينا مكان غير الاوضه دهيت عشان اروح فيها؟ بنتي بكره توفرك ان شاء الله ويبقى لك بدل الاوضه 10 و20. ادعي بس ان ربنا يحنن على جوزك وهو يجيب لك اللي بتتمنيه. ياما انت بتصدقي كلام الهجس اللي بيقوله حوده ده؟ لا لا لا، حوده مش هجاص، هدى حظ هو بس اللي قليل يا اختي، والراجل هيعمل ايه اكتر من اللي بيعمله ده؟ ما فيش مره من يوم ما اتجوزك ودخل عليك بايده فاضيه. الحق يتقال راجل ولا كل الرجاله. يا سلام، راجل ولا كل الرجال، وهو في راجل يتجوز طول المده دي كلها وما يفكرش يجيب لمراته شقه يلمها هي والعيل اللي معاها بدل ما هو قاعد عند حماته؟ وهي شقه بتيجي بالسهل واللي بتتفرش بالقليل؟ اهو بيجيب لك لوازمها لحد ما يجهز باللي طالبينه، والمثل بيقول اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. حق يا امه اللي اسمعك وانت بتقولي كده وبتتكلمي كده بالشكل ده عنه يقول ان هو اللي ابنك وانا اللي مرات ابني. طب وهي البت ايه وجوزها ايه يا عبيطه؟ ما هو الاتنين واحد. يا سلام، بس انت يا اختي بقى بتحبيه زياده عن اللزوم.
طب وانت بذمتك مش بتحبيه وبتتمني مجيته بفارغ الصبر؟ اه حودة، اه حودة، مش هو ده اللي اخترتيه دوند عن جدعان الحتة كلها؟ ده انت حتى يوميها قلتلي بعظمة لسانك ياما ده لو اكلني حتى عيش حاف هيبقى شهدي من ايده، مش هو ده؟ شهد؟ اه انا شايفة الدموع دلوقتي. ياما ايه الكلام ده؟ ده كان طيش. طيش؟ طب يا اختي ادي احنا فيها، تحبي نقول له لما يجي كفايانا كده وكل واحد بقى يروح لحاله؟ ايه ياما ده؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ انت عاوزه تخرب عليا ولا ايه؟ هتعملي لي فيها حمام من دلوقتي. شفتي بقى ان كل الكلام اللي بتقوليه ده من ورا قلبك؟ ايه يا بنتي، هو انت ليك غيره ولا هو ليه غيرك؟ ربنا يهنيكم ولا يفرقش بينكم ابدا ويخليكي لينا يا ست الحبايب. هل هلالك يا قمر؟ فينك يا جميل؟ مستنيك من زمان. يا سلام، انا من الاول قايل ان ربنا هيوفقني ويوقف لي اولاد الحلال. خلي بالك مش في كل الحالات. حاكم، الخطط اللي انا راسمها لك دي تبان سهله قوي، انما هي صعبه وتغرق مديريه. يعني ايه هي؟ تقصد ايه يا حود؟ اقصد اقول لك يعني انك تنفذ اللي هقول لك عليه بالظبط، ومفيش قاعد تعمل ابو العريف وتتصرف من دماغك. لا فهمها لي دي. يوه، يعني اقول لك تروح يمين تروح يمين، تروح شمال تروح شمال. اسمع الكلام يعني وتنفذه. انفذه وانفذ ابوه كمان. مفيش داعي نجيب سيره الاهل. قول لي بقى، سمع لي اللي انا حفظته لك. شوف يا سيدي، اول حاجه هروح ادور على الموقف بتاع الاتوبيسات واسال على الاتوبيس اللي انت قلت لي عليه. كويس، وبعدين؟ تاني حاجه الافي الكمساري البريزه الفضي لاجل ما يقطع لي كسكري. وافضل مستني يعني. اقطع لك؟ افضل بقى بعد كده ماسك في الحديده اللي فوق دي ومستني لغايه اما الاتوبيس يوصل لاخر الخط. انت هتقعد تحكي لي كل حاجه بالتفصيل؟ وصل اخر الخط ونزلت الشارع هتعمل ايه؟ اسال بقى على الاتوبيس الثاني اللي بيروح الحته الثانيه اللي انت قلت لي عليها برضه. اهم حاجه هقول لي الاول هتدور على العنوان ازاي؟ افضل بقى ادور على ال 33 دي لحد ما الاقيه. ايه؟ ربنا يوفقك. بقول لك ايه يا عم 50، مش كان واجب برضك يعني تيجي معايا ولا تبعت حتى معايا 20 نظام يونسوني؟ لا، الموضوع ده احنا انتهينا منه خلاص. احنا اتفقنا ان انت تروح وانا اتبعت من بعيد لبعيد واتدخل عند اللزوم. دي كمان شغلانه صعبه قوي، ده الشرطه بتتعب قوي على ما تعملها. اشحال انا بقى مباحث منزلي. لا ان شاء الله ربنا يبعدنا عن الشرطه وما يسببش اي مشاكل. انا عارف اصلي حظي على راي المثل، اللي يخاف من القطه تطلع له الشرطه. ماشي يا ست الكل، ما شاء الله، عشان الخير والهنا يا ام على الكل. حركه بنت ناس خالص. خد معاك ايه البرد يا عسل؟ ايه؟ براني. براني يعني ايه يا ابني؟ يعني تديني غيره ونبقى متشكرين. طيب ما عنديش غيره. طبعا مش هقول لك يبقالي، ده اتوبيس يا شيل. طب والحل؟ الحل انك تشخلل جيبك لانك بالزوع هتدفع بالعافيه. هتدفع عيب يا ولد كده، عيب اتكلم على قدك. عيب. بقول لك ايه، ما تخلينيش اعملها معاك، انا طول النهارده على رجلي ومش ناقصه. يا جماعه خليكم معانا، شوفوا الواد ده عايز ايه مني. الكلام بينك وبيننا بس، العالم ده كله ملوش دخل. طب الكلام بقى ما دام بيني وبينك خليه عليك شويه ومفيش داعي للاحراج بقى. يعني انت صحيح معاكش؟ معيش. تعرف لو ما كنتش فتحت الباك وخدت منه كانت الامور اتساوت. ما دي غلطتي ان انا فتحته، يا ريتني ما كنت فتحته وانت تقولك وكنا خلصنا منك. انا ما كنتش هاخده منك يا مفجوع، انا كنت هعتبره هديه مني لعيل من عيالك. لكن انت بقى دام مفجوع كده مستخسر فيهم باكو بريال، يبقى انا كمان هستندل وهستخسر فيك حبايه واحده. ارمي النعناع على البقك من ادم، ارمي. ها؟ اهو. ايدك على الباقي. خد، مع السلامه. ناس تخاف ما تختشيش. نعناع يا بيت، نعناع يا هاني، معايا اللي يروق الدم ويعطل الهم.
ياجي خد خد يا حبيبي خد انا مصلحه. مين ابا؟ ابا بلاش دوشه بقى عشان احنا في اتوبيس عام ما يصلحش كده. بقول لك ايه، ما شفتش مصلحي على الخط ده؟ لا ما شفتوش. طب يلا اسعى على اكل عيش. ابا انت مش هتيجي تزورنا ولا ايه؟ ان شاء الله في الويك اند اللي جاي باذن الله اعمل حساب ازوركم لو فضيت. نعناع يا بيك نعناع يا هانم. زهدي بيه ارجوك ما تقتلنيش. لازم تعرف ليه، ليه انا عملت كده. لازم تسمع دفاعي. اتفضل يا مدام لواحظ، عايز اسمع دفاعك. زهدي بيه، زهدي بيه، حضرتك عارف ان مراتك طول عمرها بتكرهني، ما بتقنيش. تبصي تبصلي من فوق لتحت، من فوق لتحت، بتحتقرني غصب عني، غصب عني يا زوجي بيه. لقيت نفسي بديها بوكس في حنطور عينها. حنطور عينها، ما لقيتيش حاجة تانية تضربيها فيها إلا حنطور عينها يا هانم؟ هو الحنطور اللي لقيته فاضي قدامي، فضلت أضرب وأضرب وأضرب وأضرب، لقيت عينيها محمرت ورمت واتقفلت، ويا ريت ما تفتحش تاني. بس ارجوك ارجوك يا زهدي بيه، انا عارفه ان انا غلطت ومعترفه بغلطتي، بس اوعى تضربني بمسدس الميه. ها، رش الميه عداوه. لا، هي مش مساله عداوه بس، وهدومي هدومي هدومي هتتبل من الميه. امشي بيها في الشارع ازاي؟ الناس تبص عليا وتقول عليا ايه؟ ها، الكونتيسة الحافية؟ لا لا لا، مش ممكن، انت مش ممكن يرضيك كده. حرام عليك حرام عليك، حرام حرام حرام. خلاص بقى تشوفي. يا هلا الله اللي هيني، يا اهل الدار، يا شيح تبيه. هو الناس دول سماعهم تهلي ولا ايه؟ يا بني ادم انت اضرب الجرس، انت فاكر نفسك واقف فين؟ قدام دوار العمده. اضرب. اضرب ايه يا راجل؟ اضرب ايه؟ هعمل عقلي بعقلي جرس صغير كده؟ هي تكه وهيفتحوا لك على طول. الله، هي تكه هيفتحوا لك، محدش هيسمعك الا لما تضرب الجرس. طيب يا عم، انت اللي قلت لي اضرب. ايوه اضرب اضرب، انا المسؤول. اضرب. ايه ده؟ مين اللي ممكن يجي الساعه دي؟ مين اللي ممكن يخبط علينا دلوقتي؟ يكون هو؟ بتبقى كارثه، تبقى مصيبه. استر استر يا رب، استر يا رب. مين؟ مين؟ بأني مش سامعاك، دوس على الزرار عشان اسمعك. ايه؟ اني اني برضو مش سامعاك، انت بتدوس على ايه؟ على الزرار بتاع الفاليني. زرار الانتر كام يا غبي؟ الانتر فام اللي هو دي. ايه ايه اني مسيحي حسب الزين. مسيحي حسب الزين؟ ايوه، انا جاي عايش شحته بيه. هو موجود؟ شحته بيه؟ ايوه شحته بيه. موجود عند سيادتك يعني ولا مش موجود؟ لا موجود موجود، بس انت متاكد ان ده بيته؟
الا متاكد ده انا متاكد ومتاكد. افتحين انت بس الباب وانا اثبت لك انني متاكد. طيب حاضر هفتح لك، بس ثانيه واحده اروح استاذنه، اصل هو في الحمام بياخد شاور. بياخد فور بياخد فور بياخد فور. عموما يعني حمام الهاني، حمام الهاني انا قاعد مستنيه. انت مستني فين؟ انا مستني هو قدام الباب، مش هتقطع من هيني. عالباب انا عالباب، الحقني يا بواب. والبت الشغاله، البنت الشغاله اخرى ما جتش، انا مش عارفه مش عارفه اعمل ايه، اروح فين واجي منين؟ يا ربي يا استرها استرها معايا. بقول لك ايه يا مسلحي؟ ايه واستهان؟ انا مش عايزاك تقلق، انا هفتح لك. ها ما تمشيش. لا امشي امشي اروح فين؟ وانا كنت جاي يعني عشان امشي، انا قاعد هيني مش هتعتع. اعملي انت اللازم، انا موجود. لازم ده انا هعمل اللازم ونص كمان. استنى عليا. الحمد لله الحمد لله. وادي قاعده استنى بقى هنا للصبح. على راي المثل يا اولاد، دائت دائت لما استفحلت حلقاته، ولما استفحلت جه الفرج والكتكوت خرج. ايوه يا حضره الضابط، المجرم اللي كلمت حضرتك عنه واقف قدام باب الجنه. ايوه سعاده البيه انا متاكده، حضرته بيتنكر. بيمثل عليا سعاده البيه، عليا انا، عامل لي فيها دور واحد من الارياف وبيقول لي انا مصرح يا ست هانم. ارجوك يا سعاده البيه، ارجوك تعالى بسرعه. لا 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 طبعا، انا ما فهمتوش اني فاهمه اي حاجه. ايوه خدته على هواه، بس حضرتك لازم تيجي بسرعة، ده ممكن يقتلني يا سعادة البيه. حاضر يا بيه. لا 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 مفيش أي اضطراب ولا أي قلق. حاضر يا بيه، أنا مستنية حضرتك. مع السلامة. لا لا مفيش حاجة، لا في أي اضطراب ولا في أي قلق في أي الدنيا. طب ما هنا علشان نستنى البوليس لازم أتصرف، مش ممكن يعني يمكن يتأخروا عليا. ايوه هم الاسلحه اللي مثلت بيهم اعظم ادواري، لازم يقفوا معايا في زنقتي اللي انا فيها دي. حبيبي يا صحن الفول يا عايم في زيته، باكلك انا على طول قدام باب بيته. حبيبي يا صحن الفول، حبيبي يا صحن الفول. ده ايه يا شحتة بيه؟ انا هقعد طول اليوم مستنيك لما تخرج من الحمام. حبيبي يا صحن الفول يا عايم في زيته، باكلك انا على طول قدام باب بيته. رفع ايدك لفوق، الكابون يتحدث. طا طا طا. ايه ده، ما خفتش مني؟ لسه واقف قدام الفيلا؟ طيب صبرك عليا، خد عندك بقى الرشاش الجامد ده. برضو ما خدتش مني؟ طب اعمل ايه؟ مفيش الا الادوات المنزليه، الاسلحه المنزليه. اما فرقتك مبقاش انا. الحمد لله أنعت والحمد لله. قولي يالا انت مصلحي؟ ايه وانا مصلحي؟ يا سلام، البوليس بيعرف كل الحاجات. سيادتك عرفت اسمي ازاي؟ عرفت ازاي؟ ده انا مستنيك من زمان يا اخويا. تلاقي شيحتة بيه هو اللي قالك صح؟
ويطلع مين شيحته بيه ده يالا؟ اتكلم. ايه؟ شيحته بيه بلدياتنا سيادتك ما تعرفوش؟ لا يا اخويا ما اعرفوش. هما يعني جايين ومعاكم المشدسات دي عشان مين؟ جايين علشانك يا روميو. جايين عشان نحط حد لرزالتك وسوء اخلاقك ومطردتك لمدام ميمي جمال. ميمي وجمال اللي هما مين؟ ايوه يبقى انت يا اخويا كل يوم بتعاكسهم. استنى عندك. ايه اللي انت عملتيه ده يا مدام؟ ممكن اعرف حضرتك مين؟ حدد موقفك. الشرطه يا مدام. كلمه السر لصالحي. ايه نسيتي يا مدام؟ مش انت كلمتيني من شويه وقلت لي ان مصالحي عندك؟ اسفه جدا يا سياده الضابط. اصل بصراحه كده الفرد سقط في الدقيق. اقصد ايه الفرد لعب لعبي وتهيألي ان حضرتك حد من العصابه. فرع ايه وقصه ايه ودي ايه يا مدام؟ ايه ده؟ معقولة اللي انت عملتيه ده؟ بكرر اسفي يا سيادة الضابط. بكرر اسفي. ممكن اعرف مين فيهم المجرم؟ وطلعه ازاي دلوقتي في اللي احنا فيه ده؟ انا اخدهم احميهم وبعدين ابقى اطلعهولك. عساكر على العربية معتدل مارش. وانت يا عسكري ايه؟ ما سمعتش اننا؟ عسكري على العربية معتدل مارش. اخيرا استحمى. بعد اذنك يا مدام ما تنسيش تبقى تشرفينا في الاسم. وبحذرك مفيش داعي لحكاية الدقيق والخلاط دي. عن اذنك. فكرتني اما الحق اكلم بتاع السوبر ماركت اقوله ما يبعتليش السبعين كرتون البيض اللي انا طالباه. ده الظاهر ان مش هو بس اللي مخه في الهوا. ربنا يستر على عبيد. اسمك وسنك وعنوانك. انا طبعا الفنانه ميمي جمال وساكنه 33 شارع دمشق المتفرع من جامعه الدول العربيه في المهندسين. السن كام؟ يعني السؤال ده يعني اجباري يا سعاده الفيه؟ ايوه اجباري. امال اختياري؟ لا يعني اصل المفروض الفنانين يعني عندهم اعفاء من السؤال ده. ليه يا اختي؟ على راسهم ريشه؟ لا المساله مش مساله ريشه ولا توكه ولا سيرتات. لا يعني المفروض الفنانين ما بيقولوش على سنهم وده يعتبر بالنسبه لهم حق مكتسب. يا مدام انت هنا في قسم بوليس واقوالك لازم تكون واضحه وصريحه واي حاجه هتقوليها لا هننشرها في الجرايد ولا هنعلنها على الراي العام. ميرسي قوي. اصلي انا بخاف من المعارضه قوي يا حضره الضابط. يعني افرض سيادتك ان انا قلت ان انا عمري 20 سنه هيقولوا لي ازاي؟ ليه؟ بأمرت ايه؟ وهيكتبوا هيقولوا اتولدت امتى والساعه كام واسم الدايه اللي ولدتني والمرحومه ماما لما نزلت عشان تشتري المغات دفعت فلوس ولا خدته سنس. يعني مش هنخلص يا بيه. من حقك تمتنع عن ذكر الدايه والمغات. تاريخ ميلادك اللي موجود في البطاقه. ادي عيبه البطاقه بتاعتي اتسرقت. بس انا معايا جواز سفر ينفع يا بيه؟ ينفع يا مدام. حتى لو كانت شهاده تسنين من مستشفى حكومي ومضى عليها 2 دكاتره تنفع. مش هنقول لك لا. طب خلاص ما تتنرفزش قوي كده. اكتب عنك انا من مواليد الثوره. مواليد الثوره؟ ايوه يا سعاده البيه. هو حضرتك ما عندكش فكرة ان البلد قامت فيها ثورة والثورة دي قضت على الاستعمار والرجعيين وطردوا المالك والحاشية بتاعته؟ لا. وبعد كده الحكم اتحول لجمهوري وبقى اللي بيحكم الشعب بطل من ابطالها ابن من ابناء الشعب. يا سلام.
دول 4 جمهوريات وكل جمهورية بتتمتع بإنجازاتها العظيمة، وإحنا الحمد لله عايشين في جمهورية فيها كل شيء جميل. الديمقراطية يعني من حق الفرد إنه يقول الرأي والرأي الآخر. لآخر مرة بحذرك من ضياع الوقت، إحنا هنا مش في منصة خطابة ولا في دعاية انتخابية، إحنا هنا في قسم بوليس، وإنت جاية هنا عشان نتمم محضر وتقولي أقوالك عن الواقع. خلاص يا بيه هتكلم، مفيش داعي للعصبية دي. الواقع حصلت بالظبط، وانا براجع الدور بتاعي وانا في اعلى درجات الاندماج، وجمهور عمال يسقف لي مقطع ايديه من كتر التسقيف. سمعت صوت جرس الباب، خفت اترعبت، رحت اتصنت، خفت، جريت يا سعادة البيه وقلت لحضرتك. السن لو سمحت، سنك كام؟ لسه حضرتك مصر على نفس السؤال؟ ايوه مصر، ولازم هتجاوبي. حاضر يا سعادة البيت هجاوب، بس مفيش داعي للعصبية دي. قولي بقى كده، قولي انك من مواليد ثورة عرابي مش ثورة 52. ايه اللي احنا فيه ده؟ المالك يا بختي بين البخوت لبخت، الناس بتمشي في الطين وانت على البلاط لبخت، والدين يا دفع الليفة ويا صابونة ظريفة، الدين يا دفع الليفة. خد يا اخويا انت بتغني، الله ربنا ينتقم منك يا وعيد، اشوفك يوم يا رب. ايه هو أو ايه مين يعني اللي انت تشوف فيه يوم دي؟ زي زفت مصلحي، مش احنا برضو اللي بسببه ده هو اللي اتعامل فينا كده؟ ايوه صحيح، بسببه صحيح، بس انا يعني كنت عايز اسال سؤال. اسال. إيه هو ايه جريمته بالتحديد يعني؟ جريمه سودا بعد عنك، ده قاعد يترقي طرد الوليه لما قطع نفسي، واخره المتامه كان ناوي يتهجم عليها بالجوه. ايه التلفيقه دي؟ مين اللي لفقها له؟ هي ذات نفسه قالت لي اللي ذات نفسك الكلام ده لذات نفسك؟ لا هي ما قالتليش انا كده بالذات، بس احنا لما روحنا لقيناها قاعد ليها قدام الدار. انت ما كنتش معانا ولا ايه يا دفعه؟ كنت معاكوا طبعا، بس انا يعني اشك ان يكون عمل حاجه من الحاجات دي. اهو عمل يا سيدي، واللي عمله ده لازم يتحاسب عليه وياخد جزاته. ايوه صبا. طب تفتكر يعني جزاته دي هتكون ايه بالظبط يا دفعه؟ اعدام. يا سنه سوخي، اعدام؟ ايوه اعدام. مال انت فاكر ايه؟ ده لو صبت القاضي بقى بحيله على الاخر هيديله تقبيده. ايوه. طب ادعي معايا بقى ان سياده القاضي يلم ايده على الاخر اكراما لابوه وامه الله يرحمهم. هو انت تعرفهم؟ ما اكيد برضك يعني اهله ناس كويسه، يعني على راي المثل العيل الكذا بيجيب لاهله المازي، اكيد ابوه وامه دول كانوا ناس طيبين. المدعوم فيا حسبوا ازاي؟ افندم البس لي مقاوم حسبت عايزه. هو انت مصلحي اللي هارب من عداله؟ ايوه انا مصلحي، وما تشبش اكتر من كده، احنا في حمام عيب. خد لفتك اهي. تاخد عصير جوافه؟ شكرا. شاي؟ ما بشربوش. ماشي. قهوه؟ ماليش فيه. نسكافيه؟ ما بحبوش. لا بقى، ما انت لازم تنفعني وانا فاتحه الكشك ده كده، او انت يعني لازم تاخد من عندي اي حاجه. بونبون، شوكولا، عندي جوافه، عندي تفاح، موز مغربي، بس انت قولي حاجه، اي حاجه. ايه اللي بتعمليه ده يا مدام؟ بقولك ايه، انا عايزك دلوقتي تتملكي نفسك وما تتهوريش في المواجهه اللي هتتم بينك وبين المتهم. ايوه، اللي اسمه مصالحي. ايوه مصالحي حسب الزين، اي تعدي منك عليه هسجله هنا وهيتاخد ضدك. القانون واضح وصريح يا مدام، المتهم بريء حتى تثبت ادانته، مفهوم؟ الله، دي جمله رائعه، انا قريتها في كتاب من كتب ارسين لوبين. ارسين لوبين ده يا مدام؟ ده حرامي لص وهمي مش مؤلف. بس له كتب تجنن، هو واجاسا كريستي. ما علينا، كل ده خارج الموضوع، المهم بقى تنفذ اللي احنا اتفقنا عليه. خلينا بقى نتمم المحضر ده ونروح بيوتنا، مفهوم؟ مفهوم يا فندم، انا شخصيا ما عنديش اي مانع. يا رب تفضل على كده. يا عسكري. تمام يا فندم. جبت المتهم اللي قلت لك عليه؟ موجود بره. ولما هو موجود بره ما قلتليش ليه؟ ما هو سعادتك ما قلتليش.
انت يا ابني هتحقق معايا ولا ايه؟ لا العفو. طب اتفضل روح هاته بسرعه. اوامر سعادتك. مش معقول كده يا سعاده البيه، مش ممكن حضرتك عصبي زياده عن اللزوم. العصبيه دي بتحرق السكر اللي في الدم. احمل لك كوبايه ليمون سكر زياده هتعجبك قوي. انا مش عايز منك حاجه خالص. ممكن ترحميني وتسيبيني اشوف شغلي؟ ممكن ولا مش ممكن؟ كده ده راح فين؟ ده مش باين له اي اثر هنا خالص. يكونش بدأها من جاردن سيتي ومسكوه حطوه مع المتسولين. مش ممكن. كانت الإشارة وصلتني أو حتى بلغوني بالتليفون. أما أدور عليه تاني يمكن يكون حد لقاه وخده وربيه. ما هو شعره كنيش عامل زي الخروف. قولي هنا يا ام صلحي وقول لي المدام دي انت تعرفها كويس؟ ايه اللي اعرفها يا باشا؟ ده انا اعرفها حق المعرفه. وهل يخفى الامر عن بقيه افراد الشعب؟ ميرسي. انستي وشرفتي. يعني تعرفها؟ ايه اللي اعرفها حق المعرفه يا باشا؟ مش انت برضك يا ست هانم يعني اللي لغايه دلوقتي مش لاقيه لك شغلانه تشتغليه؟ ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ بقى انا برضه يا حضره الضابط لغايه دلوقتي مش لاقيه شغلانه اشتغلها. ايوه زي ما بقول لك كده. ماني مره بلاقيكي يعني نشالي، مره بلاقيكي بس مهندشي، مره بلاقيكي دكتوري، مره بلاقيكي عدم مؤاخذه يعني ساحبينك على السرايا الصفر. قصده يقول يعني انه يعرفك من خلال الادوار اللي بتتعرض لك في السينما. المفروض دي حاجه تبسطك يا مدام. قول لي يا ام صلحي. ايه يا ام صلحي؟ قول لي يا ام صلحي. ماني قلت لك يا اقول لك ايه يعني يا باشا؟ واضح ان معرفتك المدام كلها جات من خلال الشاشه، مظبوط؟ لا يا باشا، عدم المؤاخذه انا عمري بصيت عليها لا من شاشه ولا من ناموسيه، انا ما شفتهاش غير في التلفزيون وفي السيما اللي كانوا بيجوها لنا في المركز في البلد. عظيم، كل ده بيؤكد انك ما تعرفهاش معرفه شخصيه. شخصيه اللي هي عامله ازاي يعني؟ يعني دي اول مره تشوفها على الطبيعه. ايوه صح، اول مره على الطبيعه، بس العلم سيادتك بقى على الطبيعه مش قد كده يعني. ميرسي. ايه ده يعني ايه على الطبيعه مش قد كده؟ اسمع يا حضره الضابط، من فضلك اي ده عندك علشان حرف عليه قضيه رد شرف وطالبه ب 2 مليون جنيه. برضه دي ما تتخذش عليها مدام. هو يقصد يقول ان المكياج والاضاءه والملابس بتغير كتير من شكلكم، مش ده اللي تقصده يا اخ؟ يا سلام عداك العيبه. بس مهندس مش مهندس. ما علينا، نخش بقى في الجزء المهم في الموضوع. اللي هو ايه يا باشا؟ مطاردتك التليفونيه للمدام وتهديدك ليها اذا ما وافقتكش على الجواز، وجودك امام الفيلا لحظه القبض عليك. تقول ايه في كل التهم المنسوبه اليك دي؟ والله يا باشا انا شايف يعني سيادتك بتتكلم احسن من 100 نفر. انا خلاص وكلت سيادتك ترد بالنيابه عني. رد عني يا باشا. هو انا عبد المتهم عشان ارد؟ امال مين المتهم؟ هي المتهمه. رد انت يا سيد. انت المتهم يا بني ادم. فوق بقى واصحالي احسن ما اخليهم يصحصحوك. قصدي سيادتك يضحضحوك. ها عايز اقول لك ايه يا باشا؟ تقول اللي حصل يا اخويا، تقول دفاعك عن نفسك، تقول ليه مستلمها ليه النهار؟ يا باشا انا لا عمري استلمتها ولا سلمتيه ولا قربتيلها. انا يا ست عمري لسنه جه خاطب لسنه جه. شوف الكذاب، شوف الكذاب في اصل وشك كذاب. يا حضره الضابط، هو مش لسه قايل من شويه انه يعرفني معرفه شخصيه يعني وجها لوجه؟ مش قال الكلام ده قدامك يا سعاده البيه؟ يا مدام يقصد يقول انه يعرفك من خلال الاعمال اللي بتتعرض لك. لكن انا بقى اعرفه كويس جدا، اعرفه حق المعرفه مهما حاول انه يتنكر ولا يغير في صوته واللغات اللي بيكلمني بيها. ليه حرام عليك؟ ليه تعمل فيا كده؟ كل شويه تكلمني في التليفون وتقول لي كلام بذيء، كلام وحش، كلام جارح. انا برضو يتقال لي يا واد انت يا جميل، يا واد انت يا اللي شبه خالتك.
حضرتك ما تعرفش خالتي يا سعادة البيه الضابط، حضرتك ما شفتهاش، ما عندكش فكرة عنها دي، ولا عياذ بالله. استغفر الله العظيم، شكلها وحش وحش قوي. دي كانت أمي الله يرحمها، ما كانتش بترضى تودينا عندها وإحنا عيال عشان ما نتسرعش، عشان ما نتسرعش. العيل فينا اللي كان يغلط يقول له إذا ما كنتش تشرب اللبن هوديك لخالتك، إن كنت غلطت الغلطة دي هوديك لخالتك. خالتك بالنسبة لنا كانت رعب 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 يا سعادة البيت. ده أنا ما بنامش بالليل بتفزع من ساعة ما قلت إن شبه خالتي. حرام عليك، ليه تعمل فيا كده؟ ليه؟ الو، يا اهلا وسهلا. يا اهلا، للاسف انا مش موجوده حاليا في البيت. لو مش مصدقني تعالوا شوفوا بنفسكم، وبعدين تصدقوا ما تصدقوش على كيفكم. المهم يا ريت تسيبوا الاسم ونمره التليفون وصوره الحاله الجنائيه وشهاده الميلاد وبطاقه التموين لو امكن. بس خلوا بالكم الحدوته دي كلها تقولوها بعد صفاره الانذار ما تخلص، مفهوم؟ بقى انت حاطه لي جهاز تسجيل يا حلو عشان اخاف واسكت وما اتكلمش؟ ما انت عارفه ان مخي طائي والدكاتره كلهم قالوا مفيش امل. عموما انا كلمتك وحكلمك ومش هبطل كلام طول عمري لحد ما تقولي لي انك وافقتي على الجواز. ساعتها بس هخرس ومش هتسمعي صوتي ولا هتشوفيني تاني، لانه كفايه عليا قوي 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 ان نجمه كبيره زيك رضيت على اخر الزمن بانسان مهروش زيي. الوداع يا اعظم انسانه في الوجود، الوداع يا جميل يا شبه خالتك، الوداع. يا مدام واضح ان المشكلة بالنسبة لك مشكلة عائلية، وخصوصا انك تشبهي خالتك. مش كده وبس يا سعادة البيت ضابط، المشكلة اخطر من كده، اصعب من كده، انا مستعد اواجهه بيها. اتفضلي قولي. انت يا افندي، مش انت في مرة من المرات اللي كلمتني فيها في التليفون طلبت انك انت يعني تتجوزني، تطلب ايدي للجواز؟ ايه؟ انا عمري فكرت ان انا اتجوز ايدك؟ ايه تتجوز ايدي؟ حد بيتجوز ايدي؟ تتجوزني انا؟ وساعتها انا عقدتك وقلت لك انا موافقة، بس على شرط، المقدم بتاعي 25 قرش والمؤخر 4 مليار. ايه؟ مليار؟ 4 ايه؟ مليار. 4 مريال سعودي يعني؟ 4 مريال؟ ايه المريال دي يا باشا؟ فلوس يعني. فلوس زي الجنيه والنص جنيه وكده؟ لا، دول شويه ورق كتير كده فوق بعضهم. دفتر يعني؟ تقريبا. يا ست هاني، وحيد الله، اني بتاع دفاتر ولا بتاع فلوس من اشاسه؟ وحيد الله، طلعيني من اللعبه دي يا ست. اللعبه دي انت اللي ابتديتها يا مسلحي، وانا هنا في المكتب ده هنهيها بنفسي. مش انت يا هانم، ده القانون، مش القانون بتاع ارسلو بين الحرامي، لا، القانون اللي بيمشي على الرأي والرأي الآخر، انت واخدالي بالك؟ ايوه يا باشا، الرأي والرأي الآخر، يا سلام يا باشا. طب لو سمحت يعني كنت عايز أسأل سيادتك سؤال، لأنه واضح يعني أن سيادتك سمح كده ووشك فيه التقي. من غير مقدمات يا أخويا. السؤال، هل فيه ما يثبت أنني كلمت الست دي في التلفون ولا طلبت إيدها للجواز؟ أقوالها أولا، وثانيا تواجدك الفعلي أمام الفيلا لحظة القبض عليك. يا باشي، تواجدي الفعلي دي قدام الفيلي كان لسبب تاني خالص غير التهم اللي هي بتبلغها لي، وهي بنفسها تشهد على كيدي. أشهد على إيه؟ يا ست هانم، أنا لما جيت قدام الفيلا بتاعتك ودوست على الزراير وسيادتك كلمتني في الانتركوت دي، أنا مش قلتلك إنني بسأل على شحتة بيه؟ قلت كده ولا بقولتش؟ مظبوط قلت كده، بس انا اتهيألي انها حيلة منك عشان تدخل. حيلة ايه بس يا ست هانم؟ ده دي هو السبب الحقيقي اللي مجيتي لحد عندك، لان شحتة به دي قريبي بلديات يعني، نفس العلوان بتاع سيادتك، 33 شارع الباس مهندشين. لو كان موضوع شحتة اللي انت عمال تقوله ده صحيح، قول لنا عنوانه ايه، جايز يكون حصل سوء تفاهم ولبس واتخذت غلط. يا ريتني كنت اعرف العلوان دي يا باشي، ما كانتش الظروف السعيده دي جمعتنا مع بعض. انت بتهرج يا جدع انت؟
يا باشا هرج ليه يا باشي؟ انا ما بهرجش ولا حاجه، ولو سيادتك مش مصدقني ممكن تبعت وتجيب المعلم حوده تساله بنفسك. ويطلع مين المعلم حوده ده كمان؟ وعنوانه فين؟ ايه سؤالين في بعض يعني؟ المعلم حوده دي واحد صاحبي، هو اول واحد استلقاني اول ما انا جيت عندكم في البلد هنا. السؤال الثاني بقى اللي هو عنوانه فين دي يعني ما اعرفوش. ما تعرفوش؟ عظيم يا اخويا يا عسكري. طب يا فندم خد المتهم ده على الحجز فورا. ياخدنا على الحجز؟ طب انا عملت ايه طيب؟ لان الظاهر هقعد طول مده خدمتي، هقع في البلاغ بتاعكم دوت وهيجددوا لي عليها كمان. اسحب يا عسكري. منك لله يا حوده يا 50 نظام، اشوف فيك يوم ويكون اجازي عشان محدش ينجدك. اسحب يا عم اسحب. كنت عايزه اقول لحضرتك على حاجه بس خايفه تزعل مني. ايه هي المنجايه دي؟ فونس هتعجبك قوي. الزعل ده مرحله وعدت يا مدام، اللي جاي بعد كده انفجار. انت مش ناوي بطل عياط ولا ايه؟ ازع العسكر اللي هنا يوديه اوضه الحريم ولا ودينا احنا اوضه الرجاله؟ بلاش قلب الدماغ. انا اسف معلش يا اخواني، اصل دي اول مره يعني اخش فيها سجن، دي اول سابقه لي، وبعدين اتخذت فيها ظلم والله. ومين في الدنيا دي مش مظلوم؟ يعني هو اللي بيسرق ولا بيقتل ولا بينصب يبقى ظالم؟ دي ظروف. ايه وظروف يعني؟ افهم من كده يعني ان سيادتكم ما شاء الله يعني حراميه وقتلون قتله ونور وكده؟ يا ريتنا عاجبين، كل ما نعمل لنا عامله نلاقي الحكومه ورانا، مش مدينا الفرصه ابدا ولا عارفين نعيش. لا 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 لا، الحكومه غلطانه، دي غلط غلط وغلط بالكبير كمان. اديك قلتها بعظمه لسانك. ايوه غلط غلط ان انا اقعد معاكوا يا عم. ايوه غلط يا باشا غلط، دي غلط. يا حاج ظابط يا حاج شاويش يا اخوانا، انتوا جبتوني هنا غلط. انا الجريمه اللي انا عملتها يا دوبك تدخلني الحضانه، انتوا جايبيني على الجامعه على طول. حد يناديني شحت بيه يا شحت بيه يا حاج ظابط. للمره العشرين يا جميل يا اللي واخد شبه خالتك بالظبط، انا كل يوم عمال اتصل بيكي. رد عليا بقى وسيبك من التسجيل ده احسن لك. ايه ده؟ الساعه دلوقتي داخل على 3:30 وده ميعاد الغدا والفطار بتاعي، وانا لما بجوع بقى ما بعرفش بعمل ايه. ردي بقول لك، ردي لاني بعد كده هاكل لك السماعه وارقش لك في الخط لحد ما اوصل لغايه عندك. ردي عليا، كلميني يا عيني على صوتي، شيلي ايديا فتشيني، ردي عليا كلميني، وعلى بيا عيني لعينب، على بيا عيني لعينب، وعلى عينب عينبي، وانت يا بلدي يا بتاع العنب، على بيا عيني. هقول لك كده يا ربي بيعين عنب ايه؟ انا عايزه افهم، جايب عنب وجاي يبيعه هنا عندي في الصالون عشان العنب يسقط منه على السجاد يدهمل الدنيا؟ لا مش ممكن، انا لازم اتصل بحضره الضابط يجي يشوف له حل معاه. مصيبه كمان يخش لي بسمك يزفر لي الصالون. الو، ايوه حضره الضابط، الفنانه ميمي جمال هي اللي بتكلمك. مش معقولة كده. يا عسكري التليفون يا فندم. سيبك منه. طب ولو مالي ستك طلبت اشربه؟ اي حد يسأل عليا او يتصل بيا اقول مش موجود، سافر، هاجر، المهم تتصرف. يعني اقول مش موجود وخلاص؟ وده تصرف يا بني ادم؟ ايه التصرف؟ كلمة لاتيني ما انتش فاهمها؟ اتصرف يا بني ادم. رد على التليفون.
الو الو لا يا ست هان، البيه مش موجود وبيقول لي اتصرف وانا بتصرف اهو، وبيقول لك بسببك هيزوم البوليس خالص ويشتغل في المطافي. نعم مساله حياه وموت. هات السماع. ايش اللي قدامي؟ الو ايوه هاني. لا ده عسكري لسه جديد لسه ما يفهمش في الشغل. ايه في حاجه حصلت؟ اه بتقولي ايه؟ اتجرأ وسجل لك رساله على الجهاز. طب يحصل ازاي ده يا مدام اذا كنا احنا قابضين عليه وحاطينه في الحجز هنا؟ يا مدام انا مالي بحكايه البقع والسمك والعنب ده؟ انا مالي ومال الحاجات دي؟ يا مدام ارجوك تديني فرصه اتكلم، مش معقول كده. وبعدين يا مدام اسمعيني، يا مدام اسمعيني واسمعيني كويس قوي. الكلام اللي بتقوليه ده بيؤكد ان مصلحي بريء من اي اتهام، وانا هصدر اوامري فورا بالافراج عنه من التخشيبه. اما بقى حكايه التسجيل اللي عندك ده فسيادتك تتكرمي وتجيبهولنا واحنا هنفرغه ونحلله ونشوف مين مجنون بعته من اي سراي. لا يا مدام هروح البيت ليه؟ انا قاعد هنا نباطشي. يا مدام انا اتخرجت مخصوص عشان البلاغ بتاعك ده. لا يا مدام انا قاعد مستني سيادتك في اي وقت. مع السلامه يا مدام. يا عسكري شيل الليمون ده وفضي المكتب، ما احناش عارفين هتجيب معاها ايه تاني. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لا 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 انا ما احبش العصبيه دي. هما مش دايما يقولوا ان الشرطه في خدمه الشعب ولا انا فهمتها غلط؟ المره دي انا مش هتحرك من القسم، انا قاعده جنب حضره الضابط في مكتبه ومش هخرج الا والمجرم في ايدي. واهم كل حاجتي جاهزه، الترموسات والكولمان وهدومي، هقعد في القسم اسبوع 10 ايام 15 يوم، اقامه كامله فول بورد، مش هخرج الا والمجرم في ايدي. صبرك عليا صبرك عليا يا استنجلينا يلي شبه العجل في بطن امه الجاموسه. شغل جنون البقر ده مش عليا. فين كنت بتعمل ايه جوه؟ مفيش، انا كنت بزور جماعه اصحابي. يعني جماعه اصحاب؟ انت ليك معارف في القسم؟ الله، طب مش تقول للناس دي بتنفع في وقت زنقه. يابا زنقه ايه؟ ما هو في القسم بردك زي ما بعرف العسكر بعرف الحرامي. اه يعني انت كنت في زياره لواحد محبوس؟ كان محبوس بس الحمد لله ربنا سترها معاه وطلع براءه، يعني طلع براءه. طلع براءه الحمد لله. لله. بقول لك ايه، يلا نتكل من هنا عشان مش شايق. طب مصلح انا عايزاك يا مصلح. اجري يا حودي اجري بسرعه. اجري ايه؟ انت مش عارف دي مين الاول؟ ما المصيبه ان عارف. اجري معاه بدل ما تاخدك بدال. اجري يا مصلح. اجري يا حودي. على حوش 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 حل عندك، على حوش 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 حل عندك، حل هادو هادو